السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الإسكان الاجتماعي وأخبار اليوم. يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال إن شاء الله. موضوع الفيديو النهاردة هنتكلم على إجراءات فتح حساب توفير في 3 بنوك. أرجو منكم تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لكل واحد هيدي لايك على الفيديو. تعال نبدأ في موضوع الفيديو النهاردة، هو إجراءات فتح حساب توفير في 3 بنوك مصرية. أول حاجة البنك الأهلي المصري، إزاي أفتح فيه حساب توفير؟ يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص، إمكانية إجراء تحويلات عليه من وإلى الخارج. المستندات المطلوبة لفتح الحساب في البنك الأهلي المصري: نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب، شهادة ميلاد الرقم القومي للقسطر وقرار الوصاية إذا وجد. ده بالنسبة للبنك الأهلي المصري. طب بالنسبة لفتح حساب توفير بدون رسوم في بنك مصر، يمكن فتح حسابات التوفير بأسماء القسطر وبأسماء مشتركة. يمكن إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الحساب. يمكن السحب والإيداع باستخدام بطاقة الخصم المباشرة عن طريق الصراف الآلي، وده بالنسبة لبنك مصر. طيب بالنسبة لفتح حساب توفير بدون رسوم في بنك التعمير والإسكان، يحتسب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر، ويجنب ويضاف إلى 31 ديسمبر من كل عام. يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها بإجراءات ميسرة. يجوز لصاحب الحساب الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المتاحة بالبنك وفقا للأولويات التي يتم تحديدها بمعرفة الحاسب الآلي، اللي هو رصيد الدفتر زائد مدة الإيداع، ووفقا للاشتراطات المالية عند طرح تلك الوحدات للحجز لأصحاب دفاتر وحسابات التوفير. يجوز فتح حساب للقاصر بولاية ولي الأمر. المستندات المطلوبة بقى لفتح الحساب: الرقم القومي موضح به الوظيفة فقط. ده بالنسبة لبنك التعمير والإسكان. فكده عرفنا ازاي ممكن نفتح فتح حساب توفير في 3 بنوك مصرية: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان، وقلنا على الأوراق المطلوبة. طبعا إجراءات فتح الحساب في 3 بنوك دولت بدون رسوم إن شاء الله. أتمنى توفيق للجميع، وأتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يوميا. شكرا ليكم وشكرا لكل واحد متابع القناة بيدي لايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.